دي مش زيارات مجاملة، دي زيارات بتعبر عن أصالة معدن الإنسان المصري. الإنسان المصري في التاريخ لما بنقرأ في تاريخ مصر الفرعونية كنا نسمع عن إن مظاهر الحزن في وقت من الأوقات كانت طاغية، ونسمع عن القدماء المصريين لم يتركوا لنا سوى معابد ومقابر. فالهرم العظيم ده عبارة عن مقبرة، كلمة هرم يعني مقبرة، والمعابد العظيمة زي معابد الكرنك وغيرها اللي بنشهدها في الصعيد في أماكن مختلفة. لكن بنشعر زي ما الدكتور علي كان بيتكلم دلوقتي إن في نوع من التغيير في شخصية الإنسان المصري بصفة عامة. وإحنا كمصريين فكرة الفرح فكرة مهمة عندنا، حتى لما بيجي اتنين يتجوزوا نقول عندنا فرح. يعني إحنا في الكنيسة بنسميه إكليل، ده الاسم الرسمي، لكن دايماً كلنا كده بنقول عندنا فرح. أو مثلاً في الإسلام بنسميه عقد قرام أو زواج، لكن بنسميه عندنا فرح. وأحد مسؤوليات أي مسؤول بدءا من السيد رئيس الجمهورية إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى كل السلطات، أحد المسؤوليات وأركان المسؤولية الرئيسية أنك تكون إنسان صانع فرح، تصنع فرح، شيء مهم جدا. كيف نصنع فرح في مسؤولياتنا العادية؟ يعني لما بيجي ناخد قرار، لما بيجي نعالج مشكلة، ازاي نصنع فرح؟ لأن الإنسان يحتاج هذا الفرح. طبعا حضراتكم تعرفوا ان في مرض اسمه الاكتئاب ومرض اسمه الهم، ربنا يهدي الجميع، مش كده؟ لكن ما فيش مرض اسمه الفرح. الفرح دي حالة مبهجة، بل بالعكس عندما نمتلك الفرح نحصن نفوسنا ضد كل الأعراض السلبية الأخرى. زيارتكم، زيارة معالي الدكتور علي عبد المعال، وزيارة الأحباء الأعضاء في البرلمان، وزيارة السادة الوزراء، وزيارة السادة في الأحزاب، بتعطينا فرح كبير جدا، وبتضيف بعد جديد في شخصياتنا. وزي ما قلت في أول الكلام، أنا بشعر بنوع من المحبة القلبية اللي بتقدموها حضراتكم، والأفراح دي بتعمل لنا نوع من السهر، إن إحنا نبقى كده دائماً واحد في حياتنا، في سلوكياتنا، في مصرنا. وأظن حضراتكم تعلمون تماماً إن إحنا كمصريين ساكنين حوالين نهر النيل على مساحة 8% من الأرض، فإحنا قريبين لبعض جداً بسبب النهر. والنهر هو أبونا، والأرض اللي بناكل منها هي أمنا. ويصير الثالوث المصري عبارة عن نهر وأرض وإنسان، وهو ده الحياة المصرية بتاعتنا. بنفرح كتير، وطبعا زي ما كنت بقول من قليل إن عيد القيامة بيدوه عيد الربيع، وعيد الربيع ده عيد مصري صميم، هم بيسموه بره إيستر مانداي، اليوم الاثنين بتاع القيامة اللي وراه، لكن احنا بنسميه في مصر انه شم النسيم، واسمه حتى جميل، ننطلق بالطبيعة الجميلة في مصر ونحس كده ان الطبيعة بتبادلنا. ويمكن تلاحظوا ايانا ان مفيش مرة يجي عيد الربيع، عيد شم النسيم، والجو يبقى وحش فيه، الجو يبقى جميل، وكأنه بيدعونا ان احنا كلنا نخرج ناكل من ثمار الارض الطيبه في مصر. وطبعا الفسيخ شيء مهم خالص، مش كده؟ والاشهر من نسيم من غير فسيخ، والفسيخ وشركاته، مش كده؟ وعائلته، والبصل والبيض والملانه. انا اسمع الملانه بس ما شفتهاش. حمص الارض، حمص الاخضر، يعني موجود؟ موجود؟ صحيح. انا كنت فاكر وانا صغير في سوهاج كانوا الملانه دي، حتى اسمها كان يعجبني، يعني الملانه. ما كنتش فاهمه زمان، ولما سالت قالوا لي حاجه مليانه يعني. والترمس، مش كده؟ المأكولات المصريه الجميله ده هي اللي بتدينا نوع من البهجه كلنا.
والحلبة طبعا ده لازم كل الأمهات تعملها مش كده؟ لازم فعيد الربيع بننطلق والطبيعة بتفرح بينا وإحنا بنفرح بيها. ولو نزلنا دلوقتي الحدائق بكرة بنعمة ربنا، لو نزلتوا الحدائق ولفتوا فيها مش هتقدر تميز إن اللي قاعدين دول مسلمين ولا مسيحيين. كلهم بياكلوا الفسيخ، بياكلوا البصل، وكله مبسوط وكله فرحان، وسواء قاعد على الأرض سواء قاعد على كرسي سواء بيتمشى جنب النيل، كلها مشاعر بتطفي هذا الفرح. بنرحب بيك دكتور علي، ونرحب بكل السادة الأحباء الحضور معنا، السيدات والرجال، ودايما الله يديم هذه المحبة، ولهذه المحبة مضافة على مصرنا العزيزة ومصرنا التاريخ القوي وبلادنا العظيمة في وسط بلاد كل العالم بدون استثناء. الأولاد بره كانوا بيغنموا دلوقتي ترنيمة كنت أول مرة أسمعها منهم، جايبين ثلاث أطفال كده كل طفل ماسك حرف ميم وصاد وراء، وعمالين رتلوا بقى على كلمة ميم إيه وصاد إيه وراء إيه. حتى طلعت وقفت جنبهم كده، مشاعر حلوة خالص إنها تنغرس في ولادنا من الصغر. أهلا بيكم وكل سنة وحضراتكم طيبين.